لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ذكر البخاري وغيره حادثة الإسراء، وذكر فيها سياقا طويلا ومختصرا، وكان من جملة ما ذكر، وهذه هي الفوائد التي نريد أن نشير إليها اليوم. الفائدة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم أوتي بثلاثة نفر من الملائكة، فأخذوه بعد العشاء، فتولاه جبريل فشق ما بين نحره إلى لبته، يعني موضع القلادة عند بئر زمزم، ثم أتي بطست من ذهب قد ملئ وحشي إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولا غاديده. واللغاديد هي عروق الرقبة. هذا الأصل الأول والفائدة الأولى التي نريد أن نقف عليها، أن نبيكم صلى الله عليه وسلم له أوصاف معلومة هي معتقد المسلمين عليها. أول وصف ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى. فلم يسع أحد من الناس يزعم الإيمان به أن يعترض على قوله، لأنه لم يقل شيئا من كيسه ولا من رأيه. وهذا الأصل يوجب أوامر بعده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن ينازع في هذه المنزلة، في منزلة الاتباع والأسوة، لا يجوز أن يزاحم بقول أحد ولا برأي ولا بعرف ولا بعادة ولا بأي شيء. وهذا الذي تتابعت عليه النصوص: وأطيعوا الله والرسول،
فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. ثم جاء البيان الواضح في صفة أخرى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا الوصف قالت فيه عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا فقد كذب. وصح عنها أنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي لكتم قوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالأصل الأول أنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلمة من رأسه، وحي يوحى إليه. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة من الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة كلاهما وحي. وإذا كنت رجلا مؤمنا مسلما فهذا مبني على أنك تصدق كل ما يخبر به صلى الله عليه وسلم، ولو أنك كذبته في أمر هذا يدل على عدم إيمانك به، فهذا ركن في الإيمان. فرد أي قول عليه بأي شيء كان هذا يكشف الزعم بالإيمان الذي يزعمه كثير من أهل الأهواء. لذا قال صلى الله عليه وسلم وهو ينبئ عن جملة من المخاطر سترد على الأمة، فأخبر أن أناسا سيخرجون يردون سنته صلى الله عليه وسلم، وهم يتدثرون ويختبئون خلف العمل بالقرآن، لا يجرؤون أن يقولوا لن نؤمن بهذا الإيمان، لا، منافقون. فقال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: نأخذ ما في كتاب الله، يقصد ندع السنة، إذا وجدت آية أخذنا بها، حديث لا نعمل بشيء من الأحاديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما أوتيت القرآن ومثله معه. هذا الأصل الأول. لذا قال أهل العلم: لا يسع أحد أن ينظر في حكم الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو لا يعلم سنته، فالسنة هي التطبيق العملي لما في كتاب الله. لذا قال السلف منهم أحمد وغيره: السنة قاضية على القرآن. يعني لا يجوز لأحد أن يخضع في القرآن حتى يرجع إلى مفهوم هذه الآيات في السنة، فإذا كان يجهل ما في السنة لا يستطيع فهم القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على ذلك وأعلمهم ما في كتاب الله، كلمة 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 وحكما حكما. والأصل الثاني متمم له أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من شرع الله إلا وبلغه أمته، فلم يدع مجالا لأحد أن يعدل يزيد أو ينقص. وهذا الذي قاله ينبع عن هذا الأصل الذي في الحديث أنه حشي صلى الله عليه وسلم إيمانا وحكمة وطاعته وصفها رب العالمين سبحانه وتعالى بالهداية.
أما مخالفته فليست إلا الضلال. لذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر ليس متروكا للناس يشرعون هم كما يشاءون، لا، بل قال: من عمل عملا اجتهد في عبادة وأحدث كذا وفعل كذا وزاد كذا وأنقص كذا، وهذا يناسب هذا الزمان وهذا لا يناسبه، وهذا كان قديما وهذا كان حديثا، وهذا يفعل وهذا لا يصح، وهذا لا يناسب الكوكبة العالمية اليوم، وهذا يشوه صورة الإسلام، كل هذا هراء وطعن في دين الله واتهام له أنه أتى بدين لا يصلح. وتحت هذه الأبواب زندقة هائلة، أحكام قطعية يعبث بها اليوم، نصوص توالى المسلمون عليها جيلا بعد جيل مقطوع بدلالتها يعبث بها اليوم. لابد أن نجدد، لابد أن نغير، لابد أن نواكب الغرب. غرب؟ شرق؟ أين الله؟ حكمه له وحده من خصائص ربوبيته سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك في حكمه أحدا، في القراءة الثانية، في الرواية الثانية، ولا تشرك. فلا يجوز لك أن تشرع معه تنازعه في تشريعه، هذا من خصائص ربوبيته. فإذا كان كذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر المسلمين أن يستمسكوا كما أمر الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك. قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والاختراعات والبدع في الدين والأهواء. كل إنسان يرى فإن كل بدعة ضلالة، وفي لفظ: وكل ضلالة في النار، أي أصحابها ضلوا وضلالهم أورثهم النار، نعوذ بالله من ذلك. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيرد على حوضه أناس يعرفهم من أمته بأثار الوضوء، أناس مصلون، فتزودهم الملائكة عن الحوض، تردهم بسياط عن الحوض، فأقول: أصحابي أصحابي، هؤلاء مسلمون، هؤلاء مصلون، لماذا تردوهم عني؟ في لفظ: أصيحابي، وفي لفظ: إخواني، وفي لفظ: أحبابي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أنت لا تعلم ما الذي غيروه في دينك وأحدثوه وابتدعوه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته. وخلاصة حال المبتدع المشرع من دون الله أنه وضع نفسه شريكا مع الله. قال الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سماهم شركاء، وضع نفسه ربا إلها مشرعا. فهذا كأنه يقول: يا رب، هذا أنت شرعته فلا يصلح، فأنا أعدل عليك في كذا وأعدل عليك في كذا، هذا يا رسول الله كان يصلح ولم يصلح اليوم، ثم يعدل عليه في كذا ثم يعدل عليه في كذا. قل لي بربك، ماذا لو ترك الدين لأهواء الناس هكذا؟
ما الذي سيبقى بعد شهر واحد من الإسلام؟ لذا وجب على أهل العلم الذين أخذ عليهم الميثاق أن يبينوا للناس ولا يكتمونه. فهذا دين ليس فيه لعب، وهذا حق الله سبحانه وتعالى على خلقه أن يفرض بالعبادة وأن يوحد وحده لا شريك له، وأن لا ينازع في ملكه ولا في حكمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ثورة الدنيا بعد إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري وعرج به في ليلة، ذهب به إلى البيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم عاد إلى المسجد الحرام، وذلك في ليلة. فارتد ناس قد آمنوا به قبل هذه الحادثة، وأتوا أبا بكر أقوام من قريش، يقولون انظر صاحبك. يقول أنه أخذ به إلى البيت المقدس، ثم عرج به وصعد به إلى السماء، ثم نزل، ثم أتى إلى مكة في ليلة واحدة. وهذا عقلا لا يستطيع أحد أن يصدقه إلا أن يكون هذا نبي حقا لا يكذب، وهذا ليس فيه مطعن عند القوم. فإن الرب سبحانه وتعالى أقام المعجزات والبينات على صدق رسالة أنبيائه ورسله، ولم يدع لأحد أن يشكك فيه. فإما أن يكذبوه فهذا ينبع على كفرهم بالله، وإما أن يصدقوه ويسلموا له الأمر، وهذا هو محض الإيمان. وهذا من جملة البلايا والمحن. فأخذوا على أبي بكر يشدون عليه الكلام، فقولون فإن نذهب إلى البيت المقدس شهرا إيابا وشهرا ذهابا، وصاحبك يزعم كذا. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه وهو ينطق بالإيمان، قال أو قد قالها؟ هو أخبر بذلك؟ قال ذلك؟ قالوا بلى. قال فإن قال فقد صدق، فإن قال فقد صدق. هذا نقوله ونثبت عليه حتى نلقى الله. إن قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم، فكلامه كله حق وكله صدق وكله نور وكله هداية. وهذا النطق الذي ينطق به فيه نجاتنا نحن، وفيه هدايتنا نحن. على مثل هذا يعتقد المسلم أنه خلفه صلى الله عليه وسلم يلتمس الطريق، لا يعدل عليه، لأنه الصراط المستقيم الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. هذه حملات متوالية على شرع الله سبحانه وتعالى، لا نكاد ننتهي من فاجعة في إلغاء بعض أشياء من الثوابت في بعض ديار المسلمين، فيعبثون في المواريث التي لم يتركها رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه يقسمها كيف شاء، مع أنه ينطق بالوحي، بل سطرها في كتابه
مفصلة وقطع بها، ثم تخرج دعوات أن هذا ظلم للمرأة، من الذي ظلمها؟ من الذي قال؟ أنتم جهال زنادقة لا تؤمنون بالله، لأنكم تعلمون أن القائل هو الله سبحانه وتعالى، وتلبسون على الناس وتحصرون صورة وتجعلونها أصلا. أنتم فتنتم بغرب قد ضل، لا دين ولا هدى ولا عفة ولا شيء، فحيارة. أما نحن عندنا مصدر عزنا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه رفعتكم، أفلا تعقلون؟ هم حيارة، ليس عندهم لا كتاب ولا سنة، لا يعلمون حقوقا. يزنى بالمرأة ثم يزنى بها ثم يزنى بها، وتحمل من الأولاد ولا أب له، ولا يعترف أحد به، لا يعلمون شيئا غير ذلك. هذا الأصل عندهم، ما لنا ولهم. ثم تريدون أن تأتوا بهذا الخبث فتحملوه على ديننا نحن؟ نبدل شرعتنا لأجل هذا العفن؟ لا يكاد ينطفئ يوم ثم يليه آخر بطعنة أخرى. لابد للمرأة أن ترث نصف ميراث الرجل بعد موته، هذا خارج الميراث، من أين أتيتم به؟ هذا في الغرب. أين هو في كتاب الله؟ أين هو في سنة رسول الله؟ لا يوجد. ثم يرتعد البعض فيقول هناك قول يقول، هذا القول ليس على هذا الذي عليه الغرب من الكد والسعاية، هذا ليس الذي عليه الغرب. ما لكم؟ إن الذي قاله بعض الفقهاء أن للمرأة شيئا زائدا على الميراث، هذا إذا كانت تشارك زوجها في حياته وتسببت هذه الشراكة في نماء ماله، فهذه تعامل كالشريك، هذه ديون لها تقسم قبل التركة، ليست حقا ثابتا كما يفعله الغرب. لذلك عزف شباب الغرب عن الزواج، لأنه يزني ثم لا يتحمل شيئا ويفعل ما يشاء. هذا الذي تريدونه لديار المسلمين، أن تنتشر الفاحشة ويعم البلاء، ونحن والله لا نحتمل فوق ما نحن فيه. يكفينا من البلاء والمحن والضيق ما الله به عليم، أمراض وغلاء وبلايا ومحن تعم الدنيا بأسرها ولا يستفيق الناس. متى يرجعون؟ استهوتهم الشياطين فأنسوهم ذكر الله، فأنسوهم أنهم عبيد له، محبوسون للسؤال غدا بين يديه عن الحلال والحرام وعن الأمانة التي حملوها. فاثبتوا عباد الله، فإن الأمر جد خطير، وإن العبث في معتقداتكم، وما هي إلا خروج روح ويلقى العبد ما وعد الله سبحانه وتعالى عباده، وليس ثمة طريق آخر نميل إليه أو نركن إليه، إنما هو الاعتصام بالله والتوكل عليه في أن يثبتنا حتى نلقاه، وألا تزل الأقدام وتضعف القلوب، فإن الفتن عظيمة وليس لنا إلا الله جل جلال الله.
فنحن عبيده وليس لنا غيره. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.